صبحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح جديد نقضي وياكم ساعة على الهواء بمواضيع وفقرات مختلفة. صباحك خير حمد. صباح النور، حياكم الله مشاهدينا. حلقاتنا اليوم راح تكون إن شاء الله مفيدة وخفيفة. خبر أكثر مرة أو فترة إيمان ربيتي فيها شعرك؟ فترة يمكن هاي الفترة، يعني فترة سنة؟ لا أقل، أقل من سنة، أقل بعد من سنة. لا يعني مكسرة كل الريكورد. واحدة سيدة مربية شعرها لمدة 64 سنة، من كان عمرها 19 لين صار عمرها 83 سنة. 64 سنة، 64 سنة، يعني ما شاء الله. هاي الصورة، هاي شعرها، هاي شعرها، تبارك الله. يعني يمكن يبي لها موظفين يغسلون شعرها ويعتنون فيه ويهتمون فيه، بس أنا أحس يعني ما له داعي بي. ما له داعي صح؟ لأن الصج متعب ترى. وايد متعب. معتب متعب بالاهتمام بالشعر وايد. والله يعني خبر حلو، عطتني معلومة جديدة. اليوم بسوي سيرش أكثر على هذه السيدة. أما الحين مشاهدينا خلونا ننتقل المدرب خالد البستقي ونشوف تمارين الصباح لهذا اليوم معاه، وشنو التمارين اللي نقدر نسويها في البيت مع خالد البستقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمرين اليوم كله بتحتاجونه وزن جسمكم فقط لا غير. عندنا 3 تمارين، بنسوي كل تمرين 40 ثانية وبنريح 10 ل 20 ثانية على مستوى لياقتك. تبي تريح 20 ثانية ريح 20 ثانية، تبي 10 ثواني 10 ثواني. التكرار سو تكرار قد ما تقدر في 40 ثانية. أهم شيء التركيز في التمارين اللي بنسويها. التمرين الواحد يمكن فيه حركتين لثلاث. حلو؟ بنخلص جولة كاملة 40 ثانية تمرن 10 ثواني ريح، 40 ثانية تمرن 10 ثواني ريح، 40 ثانية تمرن 10 ثواني ريح. هاي جولة بتريح، بتعيد مرة ثانية، تعيد ثالثة، تعيد رابعة، تعيد خامسة. 5 جولات. الراحة بين الجولات نسيت أقول لكم دقيقة، 60 ثانية راحة. وايد ذي ترى، 60 ثانية مو دقيقة، 60 ثانية. تدري الموف الأولي يسمونه داون أب بلس أرم ريتش. فالحلو في التمرين اليوم في موبيليتي وفي سترنث. حلو، لاحظ معاي تمرين داون أب مشابه حق البيربي. اللهم صدري وفخذي ما يجسون الأرض. سكوات باك ريتش ريتش سكوات ستاند أب 40 ثانية بتسوي غير ما تقدر. أهم شيء أنزل في البوش أب بوزيشن، يدي تحت كتفي. شنو بسوي؟ تمرين الضغط، بس ما اسوي التمرين. ولما بنزل تحت شنو بقعد؟ بقعد على الكرسي، انزل ورا. تخيل قدامك في شيء تبي توصل له بيدك. حلو، هاي التمرين الاولي 40 ثانيه قد ما اقدر. التمرين الثاني، الحركه دي مستوحاه من لاعبين الجوجيتسو يسمونه هيب سكيب. انا وايد احب الموفمنت. شلون نسوي الموفمنت؟ خلكم وياي. هاي التمرين او الحركه الثانيه. ابتدي في البير ووك بوزيشن. لو تتذكرون الحلقات الماضيه سويت لكم البير ووك. اوكي، تبتدي من هالموضع. انت اكو يدي تحت كتفي، ركبي تحت خصري. زين، لاحظ الحركه فيها تناسق، فيها كوردينيشن، فيها شولدر ستابيليتي. حلو، كور سترينث وتناسق. اطلع من هني، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث. كابتن ما اقدر اسوي كذي، مالك عذر. شوف الاوبشن ماله شلون تقدر تسوي بطريقه مبسطه. سويت، قعدت على الارض. حلو، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي اربع، لما ال 40 ثانيه يخلصون. حلو، هاي الحركة الثانية. الحركة الثالثة فيها بوش أب، فيها كور، فيها حركة ريول. بعد ناس ما قلت لكم ركزوا على الموفمنت، سووهم صح بتستفيدون. أوكي، حلو، أبتدي في بوش أب بوزيشن. حلو، مستوى في 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 في, في وضعية كني بسوي ضغط. أوكي، إيش بسوي؟ بيبريلي جدوم جدوم، بوصل بيديني، بعطي بوش أب واحد، برد ورا ورا لين ورا، بعد بوش اب اب 1 2 3 4 هوب هوب.
1 2 3 4 داون اب. هاي التمرين الثالث. الحلو في هالحركات تخليك تشغل عقلك. ليش؟ الرياضه دائما كورساتي برا كانوا يقولون لي exercise is mind and body. لان في الموفمنتس هذه، الحركات هذه بتخليك تشغل مخك، بعدين بتعود جسمك على الحركه ذي من غير ما تفكر شلون تسويها. شيء يسمونه muscle memory، يعني عضلاتك بروحهم بيتذكرون شلون تسوي الحركه ذي، ما بتحتاج تفكر شلون. ولذلك practice، تمرن، عيد الحركه مره مرتين ثلاث على اساس تفيد كذا عضله، تحرك كذا عضله في تمرين واحد. يعطيكم الصحه والعافيه، نشوفكم عما قريب. عودة مشاهدينا، كل الشكر للمدرب خالد بستقي على هاي التمارين، وراح يوحشنا عقب ما تفتح الجيمات. خلاص تمارين في البيت بتقل شوي. أكيد نبتدي في فقراتنا اليوم. يوافق 30 من يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، ومن حس للطالع أن يأتي الاحتفال هذا العام تزامنا مع نجاح مملكة البحرين من مواصلة ريادتها ومكانتها الدولية المتقدمة في مكافحة هذه الظاهرة، حيث تمكنت وللعام الثالث على التوالي من المحافظة على تصنيفها كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتصدر الفئة الأولى للدول الأكثر نجاحاً في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية. وبهذه المناسبة أكيد يسعدنا استضافة النقيب عبد الله الحمر من إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة التابعة للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. صبحك الله بالخير. يا هلا يا مرحبا فيك. صبح عليكم بالخير أختي وأخوي حمد، نصبح على السادة المشاهدين. وفي البداية أنا يسعدني أن أتقدم خالص الشكر والتقدير إلى سيدي معالي وزير الداخلية على دعمه اللامحدود ومتابعته لعمل إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة. وكذلك الشكر موصول إلى سيدي سعادة رئيس الأمن العام على متابعته المستمرة، وحرص سيدي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تطوير العمل في الإدارة. كذلك الشكر موصول للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وجميع الجهات الأخرى اللي ساندتنا في تحقيق هذا الإنجاز. فعلا. نعم، في البداية عبد الله، يعني نقيب عبد الله، ماذا يعني الإتجار بالبشر وفق المفاهيم القانونية الدولية؟ هو طال عمرك المشرع البحريني أو القانون البحريني عرف جريمة الإتجار بالبشر هو تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله، وذلك لإساءة الاستقلال، وذلك عن طريق التهديد أو الإكراه أو استعمال سلطة ما أو الحيلة أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة. جميل، يعني يتم تصنيف القضية على أنها التجار بالبشر، وهل كل قضايا حجز الحرية تعتبر أيضا من التجار بالبشر؟ حسب القانون إحنا عندنا ثلاث عناصر أساسية لابد من تتوفرها أساس أن تكون الجريمة فيها شبهة تجار. العنصر الأول اللي هو الفعل مثل ما حدد القانون، اللي هو التجنيد والنقل والتنقيل والإيواء. العنصر الثاني اللي هو الوسيلة، بعد مثل ما حددها القانون، اللي هو مثل الإساءة، استغلال وظيفة، التهديد. والعنصر الثالث هو السبب من الفعل، احنا ليش المتهم قام بهذه الأفعال. على سبيل المثال منها نزع الأعضاء، الاستغلال الجنسي، الاستعباد، وتهريب المهاجرين، بس هذه مو موجودة يعني في البلاد عندنا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، يعني هذه شيء نفرح فيه ان البحرين يعني متصدره هذا الموضوع، شيء وايد حلو يشعرك بالاطمئنان اكيد. ولم تسجل اي قضايا في هالجانب. صح. الاليه التعامل مع البلاغات الوارده وكيفيه تقديم البلاغ في حال يعني صار اي شيء. احنا في البدايه طبعا البلاغ يجينا من اكثر من جهه، ممكن يجينا عن طريق الاتصال الهاتفي على الخط الساخن للاداره، ممكن يجينا البلاغ عن طريق غرفه العمليات الرئيسيه، عن طريق المديريات الامنيه، النيابه العامه، هيئه تنظيم سوق العمل او السفارات الدول. بعد ما نتواصل البلاغ نقوم بعمليات البحث والتحري، نتاكد من صحه البلاغ، هل بالفعل وجود من صحه البلاغ. بعدها نقوم باستصدار اذن قضائي من النيابه العامه بضبط وتفتيش الاشخاص المتورطين في القضيه، واحاله القضيه للنيابه العامه خلال 48 ساعه من القبل. وبعدها بخصوص الضحايا اختي، احنا نقوم نحولهم لمركز اللواء التابع للجنه الوطنيه لمكافحه الاتجار بالاشخاص،
وهناك يتم تبريم لهم الرعايه الصحيه والنفسيه للضحايا. جميل. خلينا نتكلم عن التقدير الدولي لجهود البحرين، يمكن في هذا المجال نابع من منظومه عمل متكامله وجهود وطنيه مخلصه. كيف يتم التنسيق بين ادارتكم والادارات والجهات المعنيه الاخرى في هذا الجانب؟ هو يتم التنسيق من خلال عضويه وزاره الداخليه في اللجنه الوطنيه لمكافحه الاتجار بالاشخاص، وهناك يتم تنسيق بين الادارات بهدف الوصول للانجاز اللي تم تحقيقه في البلاد. جميل. طبعا اكيد الملتقى الافتراضي اللي يعقد يوم الثلاثاء برعايه سعاده رئيس الامن العام بعد اضافه عمليه التوعيه المطلوبه، خلينا نتكلم عن تنفيذها والطريقه هذه. هو جرت العادة أن بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار البشر نقوم بعمل دورات، نقوم بعمل محاضرات في الأكاديمية الملكية للشرطة، نقوم تعزيز الإعلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بسبب الجائحة هذه اللي مرت على العالم قمنا بتنظيم ملتقى إلكتروني يبرز جهود الوزارة أو جهود المملكة للخارج، يكون في ممثل من وزارة الداخلية، ممثلين من النيابة العامة، من هيئة تنظيم سوق العمل، من وزارة الخارجية، وكذلك من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة. نعم، طبعاً بلغة الأرقام نعرف أن هذه المشكلة ما تعد ظاهرة في مملكة البحرين لأن لم تسجل يمكن حالات كثيرة. صحيح. أو يمكن لم تسجل حالات في هالجانب، هل تتفق مع هذه الأعداد وهذه الإحصائيات؟ أنا أتفق معاكم أن الأعداد مجرد هي أعداد بسيطة، ما نعم. ترتقي أن تكون ظاهرة اجتماعية في البلاد. أكيد شيء يحسسك بالاطمئنان، واكيد احنا في دوله امان. أكيد. وهذا الشيء يخليك وهذا طبعا جهود ستانس. الاداره اللي تقوم في هالجانب يعني جهود كبيره عشان جهود كبيرة تحفظ مصروب. الامن أكيد. البشر بشكل عام. اكيد النقيب عبد الله الحمر من اداره مكافحه الاتجار بالبشر وحمايه الاداب العامه، كل الشكر لك اليوم. شاكر لكم على هذه الاستضافه، بس حبيت اقول كلمه اخيره ان المواطن هو رجل الامن الاول. صح. واحنا أكيد. دورنا كوزاره الداخليه شركاء مع في المجتمع لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود. بلا شك، يعطيكم العافية ونشكر جهودكم في هالجانب. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا مشاهدينا، من صغرنا واحنا نتابع شخصيات معينة حبيناها لأنها زرعت فينا البسمة والضحكة، وقمنا نترقبها متى تطلع بالتلفزيون، خصوصا إذا كانت محط الأنظار في شهر رمضان المبارك، وتحديدا في برنامج المسابقات. معدنا عبد النبي الجردابي عد لنا هذا التقرير حول أحد الشخصيات الجميلة. خلونا نشوف هذا التقرير وراجعين لكم. أبيك تسمعين الأغنية الجديدة اللي سويتها. الله يقطع بليسك يا زريار. ابتسامة لا تفارق محياه، بل وتنعكس على من يقابله لشدة تعلقهم به ولمعرفتهم الوثيقة بحبه لجمال الحياة. مصطفى رشيد بن الستينات بدأ ارتباطه بالمسرح والتمثيل منذ الصغر، وبدأ معها بزوغ نجم عرفة فيها الصغير قبل الكبير، وحفظ أغانيه كل من أراد الشكل الجديد للتمثيل العصري. هذه خطك؟ ها؟ إيه هاي خطي ورقم تليفون بيتنا. وليش مطرشحك خطيبتي؟ ظروف ومعاناة قد تتسبب أحيانا في الابتعاد عن العشق التمثيلي، وتنتظر ساعة الفرج لتسترجع كل ذكرياتك السابقة حتى توقف قدام الكاميرا للتمثيل ويمكن خلف الكاميرا للإخراج. مصطفى أو علاء الدين مثل ما يحلو لمحبي تسميته، وبرغم كل الانشغالات والمشاكل المتنوعة استطاع تجاوز كل هذه العقبات، ومعها كتب اسمه بأحرف من ذهب ووضعه
بين أفضل الممثلين والمخرجين محلياً وخارجياً. الدار حار نعم. يا جماعة الدار حار. الدار حار. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا استضافة الأستاذ مصطفى رشيد، مخرج بحريني وفنان، وصباح الخير. صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير للمشاهدين كلهم، وعساهم بصحة وعافية إن شاء الله. احنا سعيدين جدا بتواجدك استاذ مصطفى، يعني يمكن شفنا هاي التقرير ورجعنا لأيام وذكريات جميلة. أيوة يعني فعلا افتقدنا يمكن ظهورك على الشاشة. أيوة. في هاي المسلسلات والمسرحيات والبرامج. لكن انت ما شاء الله حين ابتديت يمكن في مجال الإخراج وانخرطت إلى مجال ما بقول مختلف، لأن التمثيل مكمل الإخراج والإخراج مكمل التمثيل، لكن خلنا نتكلم على هذه النقلة من التمثيل للإخراج. شلون بدت معك؟ التمثيل للإخراج هو أساساً، يعني أنا من الناس اللي ما كنت عمري أفكر أن أكون مخرج. يعني ما كان طموحي أن أكون مخرج أساساً، ولكن كنت ممثل أحب التمثيل. دخلت في يمكن في قضايا شوية على أساس درست أدرس لغة الكاميرا، لأن كنت أكتب سيناريوهات لفيديو كليبس أغاني. كان أغاني قديمة للفنان يعقوب يوسف، حق ذكر الخير إبراهيم حبيب، في مجموعة من خالد الشيخ. أيوة. ففي كنت أشتغل سيناريوهات، مقدمات ملف الأياويد، أعمال ذي بيت العود، سوال ذي كنت أكتب سكريبت. فذي اللي خلاني شوية أدقق على قضية الكوادر، ما كوادر واللقطات شلون تكون، وكوني هم بعد ممثل شوية يصيدني دائما الحرص أنا شنو لقطتي، أنا شنو الحين حجم الأحمر، شنو حجم اللقطة، إيش قد باطلة، إيش قد على أساس أعرف شنو أدوات اللي أستخدمها. إيه. إيدي ريلي إيماء شيء كذي. فأحيانا كان في بعض الأعمال شوية كنت أحس إن ظلمت في اللقطة، لأن كنت متوقع إن هذه اللقطة تنأخذ تنأخذ لقطة ثانية لقطة أخرى. فذي اللي خلاني شوية أتجه لقضية الإخراج، إن شوية أنصف الممثل، أكون شوية قريب منه، لأن كون الممثل عارف حسيت بمشاعر شلون يحس. فأروح حق الممثلين إن أحسهم، أحيانا أقول حق الممثل أسوي بروفة أشوف شنو يحرك من أدواته، شنو دارس الشخصية، إيش قال يسوي، على أساس أنا أخدمه أكثر من أن أكون مسيطر عليه وحاطه في إطار معين وتحكره يمكن في إطار، في إطار صح معين. إيه بالعكس، أنا أخدمه ويخدمني، نكون ويا بعض. وبعدين مع الوقت خلاص تميت في الإخراج، لما عرفوا أن أنا مخرج ما حد يبني مثل. بالعكس والله وحشنا، وحشنا أستاذ مصطفى والله. يعني إحنا لما نشوف هالمسرحيات القديمة ويمكن المسلسلات القديمة نقول الله وين أستاذ مصطفى مختفي. صح، هو وحشنا من ناحية على الشاشة، ولكن كسبناك كمخرج وطلع لنا فنانين إن شاء الله زيادة وأكثر في المستقبل. خلنا نتكلم، أنت استاذ تغربت فترة وعملت في الخارج وفي الداخل مملكة البحرين وخارجها، فكلمني عن الفرق بينهم وكيفية العمل والآلية، وشلون شفت شنو فادك وعطاك وضاف لك هاي الشيء. في أشياء كثير، هي خطوات ستيبس احنا ممكن نقول. احنا الحمد لله في مملكة البحرين هني أغلب الفنيين الموجودين والفنانين مخرجين ممثلين كتركيبة، احنا نقول احنا بنين نفس بنفسنا. صح. احنا ما كان عندنا مثل ما كان مثلا في الدولة الشقيقة مثلا من الكويت مثلا، في عناصر من الخارج من مصر من ذي كانوا مخرجين موجودين فنيين موجودين يساعدونهم في الانتاجية والعمل ونقل خبرات. صح، الخبرات. احنا الخبرات انولدت من الصفر مع نفسنا. صح. يعني احنا كنا نشتغل بروحنا، يعني المثل، يعني اول ما اشتغلت ويا الاستاذ احمد يعقوب المقلق وجه له تحيه تحيه كمخرج مساعد، فين حق التفريغ ما تفريغ، شلون اكون اسوي مشاهد ما مشاهد، سويت جدوله ما جدوله، بس عمري انا ما شفت جدول تفريغ. فبروحي من خيالي شلون المفروض يكون كذي 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 كذي، سوينا اوكي احمد اوكي مشينا. لأن مثلاً لتصوير مسلسل تالي العمر الحينها بعد الأيام من أرض على التجربة الأول حقيقي. زين، تالي العمر أول تجربة إخراجية لي، يين مساعدين وياي الله يذكره بالخير عادل الشمس وحسين الرفاعي، فيين حق راكورات الملابس. شلون بسوي راكورات ملابس؟ شوي شوي إيه. فصار إنه زين خلينا نقسم ليل من نهار ليل يوم.
هذا يوم ثاني فاحني لحد الملابس. فطلع اي تكنيك كنا نشتغل عليه في النهايه بعدين لما تروح تتعامل مع اخرين طلع التكنيك صح اللي بعد نشتغله لان علمت نفسك بنفسك رغم ان انت طلعته من عندك وشلون تبي الاوليه يعني حتى حطت السياره كنا نصور كاميرا على السياره بروح عند الحداد مسوينه بس نفس الفكره نفس الايديا اللي موجوده عالميا قبل ما كنا نقدر نسوي سيرش من جوجل زين فكنا بروح نفكر بس ولكن لو حتى لما اتجهت مثلا للخارج مثلا في الامارات الحمد لله يعني قدرت ان اكون الحمد لله عناصر دراميه هم بعد كانوا هم في هو عندهم تجارب ولكن صار توقف فتره طويله مثلا التلفزيون ابو ظبي كانوا يشتغل فيهم 10 سنوات مو مشتغلين ولا شيء فترجع من الاي معاهم ستيب باي ستيب الكوادر الانتاجيه الطاقم صدق كنا نستعين طبعا من الفنيين مصورين ما مصورين من الخارج خبرات مختلفه من اقطار مختلفه وهذا بعد يكسبني من عمل لعمل بشكل حلو ولكن ان قدرت اسس شيء في الامارات من كوادر ممثلين تلفزيونيين اللغة مؤسسات إنتاج مؤسسات إنتاج ما كانت موجودة مؤسسات إنتاج محلية صحيح. فصار في دعم للمؤسسات إنتاج محلي صار في عمل صار في ذي فالحمد لله أنا يعني أشكرهم لأعطائي لهذه الفرصة هناك أن أشتغل معهم ولكن نقلت خبرات الموجودة عندنا في مملكة البحرين خبرات عظيمة أيوة في البحرين إلى هناك وصار مسألة تنافسية والانتشار والتوسع وهاي الحمد لله أنا مستانس إن ذي الشيء صار الحمد لله إحنا اللي بعد مستانسين طبعاً إنه ما شاء الله يعني الكل قاعد يشيد بيمكن الأعمال اللي قدمتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلينا نتكلم أستاذ مصطفى يعني أنت بديت كفنان وبعدها كمساعد مخرج وبعدها كمخرج يعني في نقلات ونفس ما ذكرت قبل شوي علمت نفسك بنفسك لكن اليوم شلون تشوف الدراما البحرينية من ناحية قبل للحين هل في تطور؟ الدراما البحرينية احنا الحمد لله أعمالنا حتى يعني أتكلم من السابق لغاية الآن احنا الدراما البحرينية أولا نتكلم سابقا احنا كنا ما شاء الله واصلين لمرحلة توب في الخليج في الخليج نعم من الأعمال القوية اللي كان يقدمها ومن الكوادر الوطنية الموجودة مخرجين مارن مدخص عقم عبد الله يوسف كان كتاب عندنا عيسى الحمار عندنا حمد الشهابي راشد الجودر أمين صالح فعندنا زخم وعندنا كوادر تمثيلية لدرجة أن يستعينون فيهم في الخارج صح المخرجين يستعينون فيهم في الخارج حتى فترة التوقف اللي ما كان في إنتاج درامي ولكن في كوادر قاعدة تعمل في الوطن العربي في الخليج يعني مخرجين بحرينيين ممثلين بحرينيين فنيين بحرينيين شغالين لغاية الآن وأتمنى إن شاء الله وأنا متأكد يعني أن سعادة الوزير علي الرميحي راح يدعم في هذا الجانب بلا شك لأن هم بعد القرية التراثية الموجودة راح يكون مجهزين حق المسلسلات الدرامية فهذا طبعا يشكر أنه يرجع نبض الدراما البحرينية ولأن عندنا فعلا لغاية الآن إحنا الحمد لله ما خسرنا ما ضعفنا لغاية الآن ماسكين حتى بالتاريخ وأيضا بالكوادر اللي قاعدين يشتغلون ثابتين نفسهم وأما بعد الأعمال اللي قاعدة تطلع من هني وهني فرض نفسه في الوطن أكيد يمكن ذكرت شغلة أستاذ ذكرت أنه حتى في فترة التوقف يمكن بالأعمال منتاج الإنتاجات البحرينية لكن في شباب بحرينيين يشتغلون في أعمال يمكن أخرى خارج مملكة البحرين وهذا يدل على أن أي عمل إحنا نشوفه سواء كان خليجي عربي لازم نشوف فيه موظف بحريني في الأسامي لازم نشوف شخص بحريني فهذه يدل على الكوادر البحرينية كوادر متميزة يعني إحنا نفتخر يعني دائما تواجدنا في الخارج نمثل البلد افضل صوره صح وهذا الشيء المهم ان احنا لما نكون متواجدين في اي ساحه فنيه في الرياضيه اي جانب احنا نمثل النور وهذا الشيء المهم 100% طبعا الحمد لله البحرينيين معروفين ان دائما يثبتون رقيهم وطيبتهم واخلاصهم في العمل طبعاً. هذا الشيء المهم طبعاً. جدا
الحلو انه لما يروح هناك يتميز بعد. نعم. يعني هاي شيء مهم، لان نفس ما قلت موهبه. ايوه، وفي اخلاق ما شاء الله وثقافه، وينصدمون من هاي المستوى. أيوة. يعني فهذا الشيء اللي احنا نفتخر فيه هنا كشعب بحريني. وايد نفس ما قلت انت قبل الفتره اللي كنت تمثل فيها الدعم اقل، وشوف الانتاجيه اللي كنتوا تسوونها، ما بالك الحين بكل هاي الدعم وكل هذه هاي. ان شاء الله نشوف اشياء إن شاء جباره ان شاء الله. بنتقل لك، ارجع لك انت استاذ، اكيد انت مثلت اشياء كوميديه دراميه، تنوعت في طرحك وفي عملك، اشتغلت مع ناس فنانين كبار. شنو الشيء اللي انت حسيت تجريب من قلبك وحسيت ان ترى هاي اون؟ صعبه انك تحدد ان انا كذي. احنا في الحياه العامه احنا نتغير اصلا، يمكن مرحله تلقانا شكل او مرحله. أيوة. توجه يختلف، تفكير يختلف، النضج يختلف. فصعب تقول انا هالشكل. فانا كنت تقول انا يعني اضطرت نفسك في النهايه. اشتغلت كوميديا، احب الكوميديا كممثل كوميدي والمسائل دي. اشتغلت مسرح، مسرح تجريبي بالجانب كلش مغاير بالنسبة للكوميديا. ذي الجانب المسرح التجريبي للذته، المسرح الكوميدي للذة أخرى. يعني كل يعني نفس الفواكه. أنا ما أقدر أقول لك شنو الفواكه بالذات اللي تحب، اللي تحبها، أي فواكه اللي تحبها. ممكن تقول همبا، أقول لك زين الريحة شلون في الصيف، الرطب شلون صاير. فكل شيء لنكهته صح بالتركيبه ذي. فالحين مثلا السنه اللي فاتت على سبيل المثال، ما نروح بعيد، السنه اللي فاتت في عملين قدموا لي، كان في مسلسل اسمه رقم الحظ 7 وفي مسلسل اسمه الشاهد المر. صح. مغايرين 180 درجه. تماما. عمل كوميدي، نوع الاستدي استدي كم صار، بس مو استدي كم، استدي كم زين ما عليك، كم مخرج متاثر بسامي الكاميرات في كوميديا. لا ما عليه، ولا الحين كوميديا زين. ويا هيا عبد السلام فؤاد فؤاد علي ومجموعه نخبه فنانين زين. وعمل في اول مره هيا عبد السلام بعد شغل كوميديا، جانب اخر وكوميديا راقيه فيها مسج خفيف لايت. مكاتب، قضايا المكاتب، شركه دعايه واعلان مال كرييتيف، يعني في بس جانب بالجانب الاخر الشاهد المر. الشاهد المر عمل ثقيل، درامي، درامي ثقيل، تراثي، فيه لغه شعريه، يعني فيها بلاغه. يعني فاصدي متعتي جانب، حتى الامكانيات ادواتي تختلف. وخال ثانيا في العمل الكوميدي ادوات ثانية اخرى تختلف. يعني احيانا في بعض الناس مثلا عندهم يقول لك عمل كوميدي، ما شفنا المخرج في العمل الكوميدي، يقول لك ما في شيء، ما يسوي كوادر. اي لان ما العمل الكوميدي ما يبي له فزلكه، صح، ما يبي له استعراض عضلات اخراجيه، يبي له بساطه، يبي له بساطه، يبي له تعامل مع ممثلين. انا من العناصر الاساسيين عندي يصيرون في الاعمال الكوميديه الممثل. روح الممثل هو اللي لازم تطلع وتكون قريبه. فمثل ما تقول على أساس كذا اقول لك التوجه انه جدا صعب انك تقول تبي كوميدي، اقول لك يا احب الكوميدي والله الله زين. وتصير العنصر الدرامي، يمكن الدراما الثقيله شويه تبرز المخرج اكثر كمخرج، لان زوايا معينه، زوايا كوادرك فيها لغه اضاءه، فيها فلسفه كوادر، فيها ابداع اكثر، في وايد اشياء تفاصيل وايد واحد لازم يركز عليها. يعني فيختلف الكوميدي بالنسبه حق اللي يمكن الدرامي. خلينا نتكلم شوية على المسرح. أنت ذكرت يمكن جانب بسيط على المسرح. اليوم المسرح البحريني في تطور يمكن والكل يشهد له، لكن خلينا نرجع على مسرحيات قبل وياك. شو اللي اختلف بالنسبة حق المسرح قبل المسرح الحين؟ هل تحس النصوص مختلفة؟ يمكن حتى نقول الديكور، الإضاءات، الأشياء الفنية التقنية، ولا حتى نشوف يمكن في ممثلين أيضا لهم جرأة شوية على المسرح أكثر؟ في أشياء كثيرة. يعني كل شيء يتبع شيء. اولا قبل احنا كنا لما نشتغل مسرح كنا نشتغل كان بحب وبرغبه ومتطوعين. ما كنا ننظر للمنظور المادي ولا ننظر للشهره.
كنا نستمتع بهذا المتعب حد ذاته. المتعب حد ذاته يعني احنا الناس الواحد تروح انت تسوي رياضه تسوي جيم وسوالف حب حبك لهذا الشيء قاعد تسويه وتمارسه انت قاعد تسوي بروحك بعزله حتى بس دي تقدم للجمهور صح. فذي كان احنا ككوادر كتيم كنا نشتغل حابين التركيبه ذي يمكن فتره ظهر الممثلين حبا في الشهره فيه والمسائل ذي فيني ولكن تعرف ان ذيل بابل ممكن يكون مرحله ويروحون غير لما يكون واحد فنان جاد وقاعد يثابر ويسوي ويعطي على اساس يقدم العمل. التطور اللي قاعد يصير حتى يعني تكنيك مسرحي التقنيات السابقه كانت موجوده بالزمن في ذاك الزمن. الحين انا ممكن اسوي جرافيك في المسرح انا شاشات اشتغل لان التطور الموجود التكنولوجي فيديو استعمله في المسرح. يعني احنا عندنا مثلا الفنان خالد رويعي في وايد لانه يحب هو التصاميم ما تصاميم على الكمبيوتر والسوالف دي فسوى مجموعه من التجارب داخله فيها الشاشه والعرسه حتى ابعاد السكرين الشاشه انه شنو يعطي وايد في كان مدخل الكمبيوتر ومدخل التطور من ناحيه الديكور في كل شيء فذي يخدم اشياء كثيره حتى المشكله احنا للحين في المسرح الوطني في الصاله الثقافيه ولكن احنا اتمنى ان شويه يهيئون للاعمال البحرينيه الموجوده على اساس يطلع بزخم كبير لان يمكن في اعمال كثيره تجي من برا اوبرات يعرضون باليه مسارح ذي ولكن انا اتمنى ان يكون في خطوه ان اوكي انتم مسارح موجودين مسارح اهليه كانت او مسارح خاصه كانت احنا نبي تعطوني مشروع شنو ممكن تقدمون ايوه مثلا عندي انا مثلا عندي مهرجان ربيع الثقافه على سبيل المثال انا اشوف اسوي اقدم مثلا اعطوني مشروع معين ضخم يمثل البحرين في هذا خضم مهرجان الثقافه الموجود وانا بعدين ذي العمل ممكن يمثل لي خارجيا خارج البحرين خارج البحرين فذي شويه بيله شويه جرأة استثمار اكثر تقصد ونشوف شلون يتحركون اللي موجودين في المسرح على اساس يستفيدون من امكانيات مثلا العروض المسرح الموجود تقنيته شلون يستخدمون فهي مهم جدا شوي بس شوي نعطي بوش اكيد استاذ مصطفى رشيد نورتنا اليوم ونفس ما قلنا المسرح قبل والحين في تطور الحمد لله ان للحين المسرح موجود لانه هو الاساس واللي طلع الفنانين شرفتنا اليوم وكل الشكر لك سعدنا بتواجدك شكرا لك استاذ مشاهدينا خلونا نطلع فاصل قصير وراجعين مع باقي فقرات حلقه الثلاثه من برنامجكم صيف البحرين خلكم ويانا عودة لكم مشاهدينا من بعد الفاصل سعيا من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد وأعطاها الصفة القانونية لمزاولة أعمالها ولتبسيط إجراء تأسيس بعض المنشآت ورغبتها في تقديم نموذج جديد لممارسة بعض الأنشطة التجارية فقد بادرت الوزارة بإصدار قرار بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من خلال برنامج سجلي وراح نتعرف على تفاصيل أكثر عنه مع الأستاذة هدى البصري رئيس قسم الإرشاد وعلاقات المستثمرين صباح الخير صباح النور يا هلا يا مرحبا فيك أهلا فيكم الله يسلمك يعني أستاذة هذه مبادرة جميلة لكن أكيد المشاهدين يبون يعرفون أكثر عن هذه المبادرة فإذا تسمحين تعطينا نبذة عن مبادرة سجلي أكثر طبعا خلال السنوات الخمس الأخيرة وبتوجيه من الإدارة العليا وعلى رأسهم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سيد زايد بن راشد الزياني وبالتعاون بعد مع مجلس التنمية الاقتصادية ومكتب النائب الأول وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تبنت العديد من المبادرات الهدف منها هي دعم التجار ورواد الأعمال ومساعدة النساء على البدء في أعمالهم التجارية وكانت المبادرة أهم هاي المبادرات اللي هي سجلي كان الهدف منها الأخذ بيد رواد الأعمال
واللي يرغب في تأسيس مشروع تجاري لكن كان يواجه معوقات مادية مثل استئجار المحل التجاري ودفع الرسوم المرتبطة مثل رسوم البلديات والكهرباء وغيرها. فجاء قرار اللي هو مزاولة بعض الأنشطة من خلال محل افتراضي بدون الحاجة لاستئجار محل فعلي تجاري. جميل. خلينا نتكلم عن مميزات التسجيل في عنوان الافتراضي بنفسه. طبعا سجلي يساعد على المرونة في البدء في الأعمال التجارية. كون إنه ما تحتاجون تستأجرون محل تجاري تدفعون رسوم مرتبطة أنتم في غنى عنها تدفعونها. بالإضافة إن هي تعطي صفة قانونية لصاحب القيد ويقدر من خلالها تمكنه من التعاقد مع الغير إبرام العقود والاستفادة من الدعم من الجهات المقرضة وغيرها من هاي الأمور. من غير ما يكون في عنوان. من غير ما يكون في عنوان فعلي تجاري. فعلي. حلو. خلينا نتكلم عن الأنشطة اللي مسموح لها بمزاولتها في مبادرة سجل. طبعاً نزل قرار اللي هو صدر قرار 152 عام 2016 بشأن السماح لمجموعة حالياً من الأنشطة للتزاول من خلال محل افتراضي هي عددها 39 نشاط تقريباً. اللي هي بشكل عام الأنشطة الإدارية مثل تقديم الاستشارات. البرمجة الحاسوبية، تصميم المجوهرات، تصميم الأزياء، البرمجة، نقدر نقول تعليم فنون القتالية، الرياضات مثل ركوب الخيل، بعض الأنشطة الصناعية مثل صناعة المنسوجات، حياكة المنسوجات، التطريز، والأشغال اليدوية بشكل أشغال يدوية، الرسامين، النحاتين، المصورين، هاي كلهم يقدرون يمارسون حالياً أنشطتهم من خلال محل يعني التراضي. أنشطة متعددة وكثيرة تقريباً. حالياً يتم دراسة إضافة أنشطة جديدة تزاول من خلال محل افتراضي بما يحقق الهدف من القرار. جميل. أستاذ تكلمتي عن موضوع سجلي، خلينا نتكلم عن أهمية الحماية القانونية للمستهلك في هذه الجانب. طبعاً إحنا مثل ما ذكرنا هو سجلي هو قيد تجاري يخضع لقانون أحكام السجل التجاري، فهو يكتسب صفة التاجر وعليه الالتزامات اللي على التاجر المقيد في السجل التجاري. يعني في حال ارتكاب صاحب القيد أي مخالفة أو خلينا نقول ممارسة نشاط مخالف لما رخص إليه بإمكان المستهلك أن يشتكي عليه في قسم التفتيش أو في حماية المستهلك وبيطبق عليه قانون العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون. ممكن إحالة النيابة العامة، ممكن شط قيده التجاري ده استدعت المخالفة اتخاذ هاي الإجراء. إجراءات معينة. خلنا نتكلم أستاذة عن نسبة المؤسسات اللي شاركت في مبادرة سجلي لليوم منذ إصدار القرار يمكن، ونسبة الشركات أيضا اللي يمكن خلينا نقول غيرت شكلها القانوني إلى سجلي. هو حاليا من صدر القرار، هو صدر القرار في 2016 فعليا تنفذ في يناير 2017. من تاريخ إصدار القرار لليوم عندنا 2200 سجل. نعم. كسجلي لأنه هو سجلي يسجل كمؤسسة فردية. نعم. 2200 سجل تقريبا 50% منهم تقريبا يمتلكونها النساء. وهذا كان هدفنا أن احنا نشجع النساء على تقنين ممارستهم للأنشطة التجارية ويشاركون في هذه المبادرة. تقريبا 154 سجل تغير شكل قانوني ماله من سجل يمارس على محل تجاري إلى سجل يمارس على محل افتراضي. مثل ما تكلمتي استاذة ما بننسى النساء، بما ان انت تكلمتي عن موضوع ايش قد ناس غيروا الى سجلي، فايش قد النساء استفادوا بما ان النساء صار لهم دور كبير في البزنس ورجاء يعني الاعمال اللي بدأوا يدشون فيها اكثر من النساء، فكلميني عنها. 50% من السجلات المقيده كسجلي يمتلكونها النساء. ومعظمها اذا بتلاحظ النساء اللي كانوا يشتغلون في المنزل هذين كلهم الحين حولوا سجل، كلهم اتجهوا قانوني صار شغلهم اتجهوا الى سجلي بحيث يكون شغلهم قانوني بحيث يقدروا يستفيدون من المميزات مال سجلي. جميل. يعني اكيد هذه المبادره جميله والكل استفاد منها. صح. حمد في الفتره الاخيره والكل اشاد فيها يمكن خصوصا النساء اللي تم تسجيلهم في مبادره سجلي. نشكرك استاذه هدى عبد المهدي البصري رئيس قسم الارشاد وعلاقات المستثمرين، كل الشكر لك وعلى تواجدك حضورك. شكرا لكم على استضافتكم لنا واعطانا هاي الفرصه لنرمز فيها المبادرات اللي تقوم فيها وزاره الصناعه. شكرا لكم. شكرا لك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقرات حلقه يوم الثلاثاء من صيف البحر.
رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. أحرزت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المركز الأول في برنامج تدريبي بعنوان المعلومات الفضائية المتقدمة، أقامت جامعة تونتي الهندية الهولندية، إذا نطقتها صح الهولندية ما أدري إيش فيني، واللي يختص في قياس جودة البيانات والصور الفضائية ونماذج معالجتها باستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. خلونا نتعرف أكثر عن هذا البرنامج المتميز مع ضيوفنا في الاستوديو المشاركة والحارزة على المركز الأول شيماء المير والمشاركة عايشة الهاجري. صبحكم الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيكم ونورتونا، وإحنا سعيدين فيكم فخورين بعد فيكم في نفس الوقت. صبحكم الله بالنور، مشكور الله. صباح الخير عايشة وشيماء. في البداية أول شيء شيماء بارك لك على المركز الأول. الله يبارك يعني في المسابقة أكيد، يعني في البرنامج المتميز اللي صار، وكلميني عن العدد وكلميني عن مشاركتك في البداية والعدد اللي شاركوا معك. طبعا أول شيء البرنامج اللي حضرناه أنا وأختي عايشة كان اسمه Introduction to Geoinformatics. هو كان عبارة عن 4 وحدات. الوحدة الأولى إنه كانوا يعلمونا شلون إحنا نقدر إنه we acquire data، إنه شلون ناخذ المعلومات من خلال السنسرز وانواع السنسرز وشنو كل الاصناف السنسرز وشنو اللي بنحتاجه بالضبط حق كل مشروع. حلو. اما بالنسبه حق الجزء الثاني كان انه شلون ناخذ هاي البيانات واحنا يعني وي كلين ذا داتا وي انلايز ذا داتا عشان احنا نستخدمها بعدين في تحليلاتنا وفي الامور اللي بنسويها. اما بالنسبه حق البارت الثالث ان شلون احنا نقدر نظهرها حق المشاهد او حق الشخص اللي قاعد يقرا الانفورميشن البيانات من خلال الخرائط، فمنها تعلمنا شلون شنو الالوان المناسبه وشنو الرموز اللي علينا نستخدمها. اما بالنسبه حق اخر توبك خذناه، انا تخصصت في ادفانسد جي اي اس اللي هو الجيوغرافيك انفورميشن سيستم. قررت ان انا اسوي مشروع، المشروع كان عبارة عن اطلس، بنيت اطلس هو عن الكوفيد 19 في دول مجلس التعاون. الهدف من هاي الريجن بالضبط اللي انا اخترته انه مثل ما احنا عارفين الدول الاوروبية عادة ما يكونون هم عارفين بالظروف اللي احنا فيها كدول مجلس تعاون، او ان they're not aware of شنو قاعد يصير عندنا. صح، يكون في اختلاف. بالضبط. فكنت ابي اراويهم ان ايش كثر احنا حكوماتنا كانوا جاهزين لهذه الجائحة وان شلون هم قدروا ان they control it easily. وفي الفترة اللي قدمت فيها الأطلس كانت البحرين ثاني أعلى دول اللي كان عندها نسبة التعافي. فالحمد لله قدرنا إن إحنا نبين البحرين ودول المجلس التعاون بأفضل صورة في هولندا. الحمد لله من خلال هذا الأطلس اللي أطلقتيه له. وبنتقل لك عايشة، يعني استمر البرنامج لمدة 3 شهور ويعني هي فترة تعتبر نوعا ما طويلة، خلي نتكلم شنو المصاعب اللي واجهتكم أو التحديات وشون واجهتوها وقدرتوا تتغلبون عليها؟ طبعا من ابرز الصعوبات اللي واجهتنا هو ان المشاركين كانوا من مختلف دول العالم، وكان لازم ان احنا ننخرط معاهم ونعمل في عمل فرق مشتركه. فهذا الشيء طبعا اضاف لنا واستفدنا منه، لان كان لازم ان احنا نشتغل مع بعض بالرغم من في اختلافات من المهارات المهنيه ومن المهارات العلميه. فقمنا بتبادل المعلومات مع بعض، تبادلنا الخبرات، فاستفدنا وقدرنا ان احنا نتميز في عمل الفرق المشتركة. اما عن صعوبات ثانية واجهتنا هو اكيد مجال الفضاء والمعلومات الجغرافية، هاي مجال جديد علينا. صح. وكذلك المجال جديد على معظم دول العالم، فكان لازم علينا ان احنا نبذل مجهود استثنائي عشان نبرز في روحنا ونتميز في هذا المجال الجديد.
وان احنا طبعا نشرف الهيئه الوطنيه لعلوم الفضاء خير تشريف، وان احنا نمثل مملكه البحرين في هولندا، وطبعا لان هاي من اولويات كل بحريني يمثل بلد البحرين خارج البحرين. وانتم فعلا مثلتوا البحرين خير تمثيل. ما شاء الله عليكم عايشه وشيماء، يمكن بنتقل لك شيماء، انت فزتي في المركز الاول. ما تكلمتي عن موضوع سالتك عن موضوع الاعداد اللي شاركوا، وشنو اللي ميزت يمكن انك فزتي في هذه المسابقه؟ قلتي عن الموضوع الكوفيد واللي البرنامج اللي عملتي فيه، ولكن شنو كان شعورك انت وشنو سويتي مغاير خلاك ان انت تحصلين المركز الاول؟ طبعا المركز الاول كان من اول اولوياتنا، ان من اللحظه اللي ركبنا فيها الطياره وانا حاطه هاي الهدف قدامي وعملت على هاي الاساس وبنيت على هاي الاساس بالرغم من ان المجال كان جديد علينا، فكان علي ان انا يعني احط على روحي اكثر وادرس اكثر، لان في نفس الوقت ان كان عندنا ناس من تقريبا 10 دول مختلفه ما شاء الله، فالعدد كان كبير والمشاركين كانوا من عده دول، فالمنافسه كانت وايد عوده، ويعني الحمد لله يعني بالدعم اللي قاعد نحصله من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومن دعم الأهل اللي كنا نحصله، الحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نجتاز ونوصل يعني بأعلى المراكز. حتى لو ما كنا واصلين، خلينا نقول لا سمح الله ان ما قدرنا نوصل، كفاية ان احنا شاركنا في يعني جامعة مثل هذه واكتسبنا الخبرة اللازمة عشان احنا نقدر نبدع في شغلنا. لا احنا ما نرضى غير الاول وانتم جبتوه الحمد لله. جبتوه بعد تقولين لي كذي وكذي، لا انتم جبتوا الاول. الحمد لله. يعني فعلا تشرفون مملكه البحرين، وجودكم بحد ذاته هذه يعتبر فخر للبحرين، في تواجدكم يمكن خارج مملكه البحرين لفتره طويله وتبادل الخبرات والمعلومات، هذا مكسب لكم قبل لا يكون اكيد مكسب يعني وفوزكم في هذه المسابقه. خلينا نتكلم عايشه اليوم، كان في هناك يمكن عمل ميداني في هولندا، فكانت تجربه مختلفه، خصوصا يمكن هولندا تكون بعيده يمكن عن الوطن العربي، خارج البحرين خارج الخليج، فيمكن العمل الميداني هناك يكون مختلف عن العمل الميداني اللي يكون احنا متعودين عليه، فشلون كانت التجربه معك؟ حقيقه العمل الميداني كان من احلى التجارب اللي جربتها هناك، استفدت منها وايد وتعلمت منها وايد. كانت بداية العمل عبارة عن التقاط أحداثيات، نقاط أحداثيات تبع مبنى الجامعة نفسها. النقاط هذه كانت متوزعة حوالين زوايا مختلفة من المبنى الجامعة نفسها من خارج المبنى، فبالجهاز الجي بي اس، وبعد ذلك نقوم بتحميل هذه النقاط على برمجيات معينة متعلقة بتطبيقات الفضائية، وبعدها نعمل على مقارنة أو دراسة مقارنة بين النقاط اللي تمت التقاطها في أرض الواقع وبين النقاط اللي في الصورة الفضائية نفسها، عشان يعطينا خلينا نقول إنديكيشن على مدى دقة الجهاز نفسه. واستفدتي من هذه التجربة أكيد. أي أكيد وايد. ما شاء الله عليكم، أنا دور راسي صراحة من الأشياء اللي يقولونها. المهم شيء ما خلنا نتكلم عن موضوع، تكلمتي وقلتي أن يعني الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لها دور كبير في مساندتهم لكم وشيء، شنو ضاف هذه الهيئة، شنو ضافت لكم وضافت لرصيدكم أكيد؟ مثل ما احنا كلنا عارفين ان مجال علوم الفضاء هو جديد في كل دول العالم، ويعني بالذات في الدول العربية، فاحنا يعني من اول ما رحنا وتعلمنا هاي الشيء، طبعا هاي اضاف لنا وايد الكثير، واحنا من اول يوم دشينا الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء واحنا ملاحظين انهم جدا حريصين على ان هم يدربون كوادرهم احسن التدريب في احسن الجامعات العالمية وحتى في وكالات الفضاء الخارجية. نعم. يعني احنا طبعا نشكر الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المتمثلة بسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم العسيري، ونقدم شكر أكبر لحكومتنا الرشيدة على دعمهم وثقتهم في شبابنا وفينا احنا، وان احنا نمثل البحرين بأحسن صورة لوين ما كنا.
بلا شك انتم قد هذه الثقه. يعني عايشه انتم طبعا عملتوا كمحللين البيانات هناك في كمحللين بيانات الفضاء، خبرونا عن هذه التجربه وطبيعه عملكم وشلون ممكن تستعملون تحليل البيانات بشكل عام. طبعا طبيعه عملنا هي تتطلب منها الكثير من التعقيد وتفاصيل كثيره، يمكن من الصعب ان انا اشرح كل التفاصيل، كل التفاصيل بشكل عام في دقائق. اي نعم. فبشكل عام بشكل مبسط وسريع احنا نقوم باستخدام صور فضائيه من اقمار صناعيه لغرض التحليل، زين، ونقوم بعمل دراسات وننفذها لمختلف الجهات الرسميه في البحرين. تقريبا وصلنا لاكثر من 21 جهه حكوميه. ما شاء الله ما شاء الله، وتم التعاون معهم في هذا المجال. عايشه وشيماء، عندنا بعض الصور نطرحها على الشاشة الحين، بكم تحللونها أو تشرحون لنا عنهم هكا الصور. أوكي. طبعا مثل ما قلت إن إحنا نحلل البيانات من صور فضائية، فمثل ما تشوف في الصورة رقم A هذه صورة فضائية من أقمار صناعية من لمكان ما في دول العالم. فلو نأخذ هالصورة ونروح حق صورة B، هي جزء بسيط أو منطقة معينة ركزنا عليها، أو نقدر نقول إن هي الأريا أوف إنترست تبعنا اللي هي مثل ما نشوف بارك أو حديقة عامة. فنشوف في هاي الصورة إن هي تكون فيها أشجار طبيعية، فيها حشائش طبيعية، وفيها نهر. لو جينا بنحلل هاي الشيء باستخدام صورة الفضائية من الأقمار الصناعية، نشوفها في صورة رقم C اللي هي يعني تراوينا الأشجار والأوبجكتس، بس بالعين المجردة ما تقدرين تحددين، يعني ممكن أشياء التفاصيل. أيوة ممكن أشياء يعني تروح عنك شيء. فلو الصورة اللي عقبها نشوفها، ننتقل الصورة اللي عقبها. فإحنا أو الفريق التقني يقوم بعملية تغذية البرمجيات اللي تكلمت عنها، برمجيات الفضائية، يقوم بتغذيتها بالغوريثمز عن الـ Artificial Intelligence Algorithms. يقوم لي بشنو؟ يقوم لي بترصد كل الأوبجكت الموجودة في الأريا أوف إنترست. يعني مثل ما تشوف في هذه الصورة البرنامج صار ديتكشن أو ترصد حق كل الأسطح الموجودة في هاي الأريا مالتنا، فسواء هي كانت شجر أو أي شيء ثاني كله راح يقوم بترصده. فلو نروح حق الصورة اللي عقبها، بعد ما يتم تحليل عملية تحليل الصورة وبعد ما يتم ترصد جميع الأسطح الموجودة، نقوم إحنا بعمل تصنيفات. مثلاً على سبيل المثال كانت 100 قطعة أو أوبجكت، راح نصنفها إن من هالقطع شنو منها أشجار، شنو منها حشائش طبيعية، شنو منها يعني من تحددون من خلال السنسرات اللي قالت عنهم شيماء، هي اللي بترصد لكم الأوبجكت كلهم. نعم. وتقدرون تحللونها. والصورة اللي عقبها مو هذه، يمكن اللي قبلها. أتوقع يعني هو إيه؟ فمن خلال استخراج البيانات اللي طرحتها حين على هذا المثال، احنا نقدر نستخرج بيانات عديدة، يعني صور تتضمن كثير من البيانات. فهذه البيانات احنا نستخدمها عقب ما استخرجناها، نقوم بتسليمها كدراسة للجهة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة. فاحنا بذلك بدورنا قمنا بتوفير الثلاث أشياء مهمة لهم، اللي هما توفير المال، توفير الجهد، صحيح، توفير الوقت. فاختصرت الموضوع عليهم كلهم في هالجانب. يعني فعلا أنتوا فخر لمملكة البحرين وشرفتونا خير، يعني تشريف خارج مملكة البحرين، وفزتوا أيضا في المسابقة بالجائزة الأولى. فنتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله نشوفكم في مراحل أخرى متقدمة وتوصلون إن شاء الله إلى أعلى من اللي وصلتوا له. ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لكم، يعطيكم العافية. يعني مجالات حلوة وفضاء، يعني أندر راسي في اللقاء. شكرا لكم شيماء وعايشة، شكرا لكم، نورتونا. أكيد مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نلقاكم باكر على نفس الموعد في
في برنامجكم صيف البحرين. مع السلامة.